تستضيف سلطنة عمان حفل توزيع جوائز الآغا خان للعمارة والموسيقى لعام 2022 في الفترة من 28 وحتى 31 من أكتوبر الجاري. لجنة تحكيم الجائزة منحت الباحث الموسيقي مسلم الكثيري من سلطنة عمان جائزة خاصة لتميزه في خدمة التراث الموسيقي العماني، الذي قدم مساهمات مهمة في جمع الموسيقى العمانية وتوثيقها وحفظها ونشرها. الفائزون في فرع الموسيقى وصل عددهم لعشر فنانين من دول مختلفة، من أبرزها الهند ومالي وموريتانيا. أما في مجال العمارة فقد فازت 6 مشروعات، وصفتها لجنة التحكيم بأنها واعدة لتلبية طموحات المجتمعات ومهتمة بتحقيق المزيد من الابتكارات والاهتمام بالبيئة من بنغلاديش وإندونيسيا وإيران والسنغال. أما المشروع العربي الوحيد في القائمة فهو تجديد دار نيماير للضيافة في طرابلس بلبنان، وهو مشروع وصفته لجنة التحكيم بأنه قصة ملهمة لقدرة العمارة على الإصلاح في وقت يشهد حدوث أزمة متشابكة ومذهلة حول العالم وفي لبنان على وجه التحديد، حيث تواجه البلاد انهياراً غير مسبوق على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. يقع دار الضيافة على مشارف طرابلس، وهي إحدى أقدم المدن الساحلية والتي اشتهرت في يوم من الأيام بحرفها، ولكنها تعاني في الوقت الراهن من الفقر والهجرة ونقص في الأماكن العامة. لهذا يعاد إعادة تأهيل دار الضيافة الذي هو جزء من معرض رشيد كرامي الدولي، تحفة فنية غير مكتملة للمهندس المعماري أوسكار نيماير.